يلا ليتس جو، بسم الله. اول شيء معانا، امتى نختار فعل مضاف له اي ان جي او الفعل فيه اس او مضارع بسيط؟ اول شيء لما يكون عندك في الجمله دي حاجات كده خلاصه، يعني من الاخر لما يكون عندنا كلمه now at the moment او at present today tonight this day this week this month this year these days، كل دي اشياء بتعبر عن احداث مؤقته، فبالتالي تاخد present progressive او مضارع مستمر اللي هو am او is او are، والفعل مضاف له ing. شرط ال present progressive اللي هو am is are ing ان ما يكونش stative verbs، وال stative verbs هي افعال الحاله، الافعال اللي تعبر عن سكون ما فيش فيها حركه، زي كلمه seem اللي قلت لكم مهمه، كلمه sound اللي معناها يبدو، وكلمه love و like و prefer وافعال ثانيه كتير. نشوف السؤال الاول، عايز حد يقرا؟ Can you read it يا لبنى من فضلك؟ Number one. Leo a French course these days because he wants to work and live in Paris starting from next year. Yes. دلوقتي عندنا كلمة these days. These days is a key word of present progressive. يعني كلمة مفتاحية يا سفيان عن المضارع المستمر. تمام؟ أول ما أشوف كلمة these days, this week, this month، يبقى هذا حدث مؤقت، تلقائيا اختار am, is, are, ing. تكون الإجابة يا لبنى؟ Is taking. is taking. برافو عليك، اختار الإجابة يلا. Let's make it green. is taking. Number two. نقرأ السؤال يا بايلا سان، the supervisor. The supervisor cannot see you at the moment because he is meeting. He is in a meeting. Yes, with the IT staff. فبالتالي نقول هنا is meeting، والسبب هو at the moment. At the moment is a key word of present progressive. فالإجابة تكون is meeting. برافو عليك. أوكي كده فهمنا أول بوينت بحتة الفرق بين present simple و present progressive. طبعا هنا نجي لنا أفعال الحالة، أهم ثلاث أفعال في الحالة، فعل seem و look و appear، يجوا كتير جدا، يجي بعضهم صفة معناها يبدو، لا تستخدم في المستمر أبدا، يعني عمري ما أقول I'm seeming is looking. is looking اللي هي بمعنى يبدو، لكن بمعنى ينظر it's okay. is appearing وهكذا، لا ما بياخدوا am was or ing نهائيا. فنقول you so worried today، is there anything bothering you؟ bothering معناها يزعج، هل في اي شيء يزعجك؟ مين يقدر يقول الاجابه؟ حنا. سيم yes you seem. برافو عليك، في الاختبار اللي انا عامله لكم في نقطه فيها seem او seems، فبقى خلي بالك من السبجكت، يعني هنا الفاعل يو، انا جايب لك هناك يو جبت لك معاها سيم وسيمز، انا فاهم ان سيمز بريزنت سامبل، ولكن ركز في الفاعل برضه، يعني ما روحش ركز على بريزنت سامبل وانسى الفاعل، فالاجابه تكون سيم لان الفاعل يو بلورال، فاعل جمع ما ياخد بالفعل اس. نفس الفكره بافعال اللي هي اسمها الايه، الحواس، فيل وتيست وسمال، اذا كان الشيء هو اللي في البدايه باللسان ناخد معاه اس، ولكن اذا بدانا بالشخص تاخد اما وز او ار اي ان جي. يعني ايه الكلام ده يا سفيان؟ يعني اذا قلت لك انا المس اقول ام فيلينج، اوكي، ولكن اذا حبيت اقول ان الشيء ملمسه اقول ات فيلز، او ايا كان ايه هو الشيء فيلز. فهمنا الفكره؟ ام تيستينج ذا فود، انا اتذوق الطعام، لكن ذا فود تيستس جود، الطعام مذاقه حلو. فاهمين الفكره؟ يبقى اذا كان الشيء هو اللي في البدايه نجيب بعده الفعل في المضارع البسيط، اما اذا بدات بالشخص اجيب بعدها بريزنت بروجريسيف. اقراي وجاوبي السؤال الاول يا اسماء. The fire. The fire burned everything. That's why the hole is smells. So that's why the whole place. انا كده بدات بالشخص ولا بالشيء؟ Is smelling. لا للاسف، ركزي، احنا قلنا لو بدانا بالشيء نجيب بالفعل اس. دلوقتي the whole place، المكان كله، the person ولا something، الشيء؟ الشيء، يبقى المكان رائحته سيئة، يبقى the place smells لأن المكان مفرد. فهمتيها؟ يبقى دايما ركزي قبل الأفعال بتاعة الحواس، الشيء ولا الشخص؟ أوكي؟ طيب إذا قلت لك I فراغ my baby's hair، I feel ولا I am feeling؟ مين يقول بسرعة؟ I feel my baby's hair ولا I am feeling؟
Yes, I'm feeling. لأن هنا الشخص أنا في البداية. طب لو قلت my baby's hair. Silk. Silk معناها حرير، يعني ملمسه حرير. Is feeling ولا feels؟ Feels. Feels Feels. فيها S. فهمنا الفكرة؟ السؤال الثاني read and answer يا فلاح. منى's hair. Mona's hair is feeling smoothly and is complete free for drying. Angels. طب سؤال، منى's hair هذا هو الشخص ولا الشيء؟ هو ضحك عليك شويه في السؤال، خلي بالك. هو احنا بدأنا بمنى، ولكن انا اقصد منى، انا بقول لك منى's hair، شعر منى. يبقى هذا الشخص ولا الشيء؟ الشيء. يبقى هنا feels وليس is feeling. فكره؟ فانت الضحك عليك في السؤال لانه اتقال لك في البدايه منى، ولكن انا مش مقصود منى، مش منى اللي بتلمس، انا عايز اقول شعرها ملمسه ناعم. يبقى منى's hair feels. فهمتها فلاح؟ تمام. اوكي برافو عليك. في حساب دخل معانا من شويه اتش بي، انت ساره؟ يا كابتن في حد اسمه اتش بي دخل معانا، المفروض مين اللي باقي؟ رواد وساره. هلو، ما سمعنا تقريبا، ما علينا. Let's move to the next point. هنا بقى لو بدأنا بالشخص زي ما قلت لكم، يبقى الشخص am with or are smelling, touching, tasting. touching هنا مقصود بقى feeling، يعني feeling. okay my mother's food at the moment to make sure it has enough salt. مامتي تتذوق الطعام في هذه اللحظة علشان تتأكد ان الملح فيه كافي. and all my mom tastes ولا is tasting؟ سريع، مين يقول؟ is tasting. is tasting، لأننا بدأنا بالشخص. برافو عليك يا بايلسا. اوكي next one. لما يكون عندك في الجملة sense of four، sense of four طبيعي تجيب معاها ايه؟ has or have PP او has or have V3، وممكن نجيب معاها have been ING. هنا السؤال المهم، امتى هنجيب have or has PP؟ امتى نجيب have or has been ING؟ بكل بساطة ركز على تحديد الفترة الزمنية. لو أنا ركزت على الفترة الزمنية يبقى ده present perfect progressive، يعني نجيب has أو have been ing. ولكن إذا كنت بحد بركز على الحدث أكتر أجيب has أو have pp. وهنشوف مثال، فنقول مثلا الفاعل have أو has مع never و just و already تصريف ثالث، يعني never و just و already ييجوا بين has و have وال pp. أما إذا حبينا ننفي بنجيب not أو never. كلمة yet لها شرط، إيه هو؟ مين يعرف شرط yet؟ مين يقول لي الشرط كلمة yet؟ إمتى نستخدم yet؟ أوكي ساي، حد فتح المايك، قول. فيها نفي. لما تكون نفي. برافو عليك، في شرط تاني غير النفي، مين يعرفه؟ To be a question والاستفهام. يبقى النفي والاستفهام. تمام؟ فلما نقول مثلا I haven't finished my homework yet، ما خلصتش واجبي حتى الآن. أو have you finished your homework yet؟ هل أنت خلصت واجبك لحد دلوقتي؟ يبقى لو question أو negative نقدر نستخدم yet. السؤال الأول سفيان، I the coffee already and the cup is still there on the table. على طول في عندنا already، يبقى هنجيب نفس التركيب have أو has PP. have have ايه؟ في اتنين have، في have been drinking وفي have drunk. have drunk have drunk، برافو عليك. لسه ايه؟ طالما already يبقى have تصريف ثلاثة على طول. عاش يا سفيان. رقم اتنين، ليزا since she got there، يعني هي بتعيط منذ أن وصلت إلى هناك. I have no idea what's wrong with her، ما عنديش أي فكرة إيه المشكلة معاها. هنا أنا بركز على الحدث ولا على استمراره؟ هي بتبكي من ساعة ما جت هناك، يبقى لسه على ما الحدث. بطلتش لحد دلوقتي. برافو عليكي، قولي يا حنا الإجابة. has cried. Has cried؟ لا. لا. is crying. Has been crying.
has been crying has لان هي been. ما بطلتش عياط، في ما فيش دليل هي بطلت عياط، لسه في استمرار. اوكي يبقى has been crying لان في دليل على استمرار الفعل. next مستر لو نشوف sense يعني ناخد has been. مش مقياس، ممكن تقولي has cried، مع مثلا ممكن اقول لك ايه I haven't cried since morning، ما عيطتش من الصبح، عادي جدا. since جت مع haven't بي بي، الفكرة كلها في المعنى، في استمرار ولا ما في استمرار؟ إذا في دليل على الاستمرار أي أخ نجيب have بي بي، have been ing، لكن ما في دليل على الاستمرار نجيب have تصريف ثالث على طول. فهمتيها؟ اوكي. لبنى نمبر 3 read and answer. I really need a break now. I have been working since I woke up this morning. The answer I've been working. have been working. برافو عليك، والدليل هي كلمة now. برافو عليك. Number four، ممكن مين يقول؟ قول يا بايلا سام. هدى and نور each other since they were 10. Have known. have known. برافو عليك. هنا since جت معاها have known، هي مين كان يسأل؟ حنا. ليه؟ لأن هنا الفيرب ستيتيف، فعل حالة، ما يجي في الأزمنة المستمرة، ما يمديني إن أنا أقول have been knowing. فاهمين الفكرة؟ next one number five my uncle to a foreign country before. هتلاقي سؤال مشابه ليها بالاختبار. before مين يقول؟ قولي يا أسماء. Has been. has never been، Hasn't. ما تنسي never، has never been، يعني عمي عمره ما سافر إلى دولة أجنبية من قبل. تمام. اسمها never هي تكون نفي. never تعبر عن النفي. أيوة طبعا، ما ينفعش تقولي haven't never. أوكي، لأن never أصلا تعبر عن النفي، فاهمة؟ أوكي. أوكي next one، لو على الماضي البسيط بيكون عندنا كلمات yesterday, last, in the past, ago, in the إدعام في الماضي، فالباست سيمبل أسهل، أسهل شيء فيهم أصلاً لأن كلماته صريحة. فأقول لك the cats to the swimming pool yesterday went، ما فيش أسهل من كده لأن عندي كلمة yesterday. While I was walking, a man stopped me and asked me how to get to the nearest metro station. يبقى هنا نقول asked. ليه قلنا asked؟ لأنه حدث قطع حدث. الحدث اللي كان مستمر ان I was walking، الحدث اللي قطعه ان الراجل ده stopped and asked me، يبقى ماضي بسيط. يبقى لما يكون عندي continuous action in the past، حدث كان مستمر في الماضي and another action corrupted it، وفي حدث تاني قطعه، الحدث اللي أثر عليه أو اللي قطعه ياخد past simple، فالإجابة هنا تكون asked. Okay let me write it down. Next one، لو عندي احداث متداخله في الماضي، ده اللي انا قلت لك عليه، لما يكون عندي while يجي بعدها was aware ing، اوكي، والجزء الثاني من الجمله يجي ماضي بسيط، فاقول لك while I was doing my homework the light went out، while I was running I fell down. يبقى كل ده action interrupted action، حدث اثر على حدث، اللي كان مستمر was aware ing اللي قطعه past simple. سؤال للشطر.